لم يبقى أمام المواطن في ريف حماة الشمالي إما الموت تحت القصف أو التوجه إلى أوروبا من خلال تركيا. اتفاق سوتشي بدأ الأهالي بالعودة إلى ريف حماة الشمالي من مخيمات النزوح، ولكن بعد مرور أكثر من شهرين لم يلتزم النظام والميليشيات الإيرانية بخفض التصعيد، كما تم استهداف مركز الدفاع المدني في داخل مدينة اللطامنة وفي داخل مدينة مورك أيضا. بعد الإعلان على اتفاق سوتشي عمل هدوء في مدينة اللطامنة، هدوء نسبي، قامت بعض العائلات بالعودة إلى المدينة. نحن كفرق دفاع مدني قمنا بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية من أجل تسهيل حركة المدنيين فيها. رجع النظام والإيرانيين بخرق هذا الاتفاق وقصف على المدينة، كما استهدفوا مراكز الدفاع المدني في مدينة اللطامنة ومدينة موريك. نطلع من على مكان القصف عم نلاقي فيه جرحى، عم نعاني من موضوع الجرحى، معظم الجرحى يكون من النساء والأطفال. النظام لم يلتزم بهذا الاتفاق، وحصل كثير من الخروقات مما أثر سلبا وبشكل كبير على عودة الأهالي. نزح قسم منهم إلى المناطق المجاورة إلى المخيمات. طبعا المخيمات حاليا وضعها سيء جدا بسبب الأمطار والسيول التي حصلت. قامت المجلس المحلي بالتعاون مع الأهالي بإعادة تأهيل المدارس، استوعبنا الأطفال وأملنا المعلمين ودارت عجلة التعليم بشكل يعني لا بأس فيه، رغم أنه المدينة خالية يعني من العسكر، ما لا يوجد فيها إلا المدنيين الذين جاءوا من المناطق النزوح، رمموا بيوتهم على أمل أن يكون الوضع يعني آمن حسب الاتفاق المزعوم بين تركيا وروسيا، لكن النظام لا يؤمن جانبه والإيرانيين لا يؤمن جانبهم، عاودوا القصف. اضطرنا كمعلمين كإدارة إلى يعني وقف بعض الأيام أو تعطيل بعض الأيام بالنسبة للطلاب خوفا على سلامة الأطفال.